السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الذكاء الاصطناعي القوي اللي هو نفس شات جي بي تي ونفس جيميناي وكوبايلوت كلود، ده تطبيق قوي جدا، وكل شوية بيحصل ان واحد فيهم بيتفوق على الاخر، بيتفوق على الاخر من ناحية مثلا بيقدر يعمل عمليات حسابية افضل، فالتاني يقدر مثلا عنده امكانية يتقبل معلومات اكتر، يقدر يتعامل مع ملفات اكتر. ودلوقتي بقت المنافسة على اللي يقدر يتعامل مع كل حاجة، يعني يقدر يتعامل مع الصور والفيديوهات والحاجات دي كلها. فكلود نزل منه 3 اصدارات، احنا غالبا بنشتغل باللي هو سونيت دوت. فقال لك ان سونيت حصل فيه قفزه، القفزه دي خلته هو ده الاصدار اللي بفلوس، ده الاصدار الاصدارين دول مجانيين. فالاصدار المجاني اللي هو سونيت ده قفز على الاصدار اللي هو بفلوس اسمه اوبس، ودي يعني هتبقى حاجه غريبه، يعني ايه اللي هيخليني اروح اشتري اللي هو بفلوس بينما المجاني افضل وكويس؟ ده اللي حصل مع شات جي بي تي 4 لما راح منزلين او، وطلع او ده احسن واقوى. هي خدعة تسويقية لانه ما بعد شوية هيروح منزلك حاجة تانية وهكذا، بس هيديك فرصة ان انت تجرب اخر حاجة موجودة عندهم، فهتلاقيك بعد فترة طب ما دام انا جربت ده وطلع بالقوة دي، طب ليه ما جربش حاجة تانية؟ هو بينافس اهوت، يعني حسب الاحصائيات اللي موجودة ان هو متفوق على الجيميناي ومتفوق على لاما بتاع الفيسبوك ومتفوق على جي بي تي 4. طبعا الاحصائيات دي بتكون دقيقة، يعني لو طلع فيها اي خدعة الناس بتطلع تفضحهم. تمام، تعال نبص كده على الفيديوهات. هو بقى بيوريك ان انت ممكن تديله مثلا اي صور او اي فيديو وابن هو يحللها لك، يحلل لك المعلومات اللي فيها. الصراحة بتبقى حاجات مذهلة، يعني أي صورة بتديها له بيبدأ يحلل لك النتيجة اللي موجودة. هو بيقدر يعمل لك، يساعدك في كتابة الكود. فممكن بعد كده نقول له ايه، طب طور لنا انت بقى الكلود 4 مثلا. طيب ممكن نديله معادلة صعبة مثلا، ممكن الطلبة تستخدمه. ممكن الطلبة تستخدمه، بس يستخدمه ازاي؟ مش يقول له حلل المعادلة وياخدها كوب بيست ومش فاهم حاجة، كمثلا الحمار يحمله أصفارة. لا، يسأله المعادلة دي اشرحها لي، اكسبلين هاو تو يوز ات. تمام، يعني شايف هو حتى كاتبها ازاي، اشرح لي معناها ايه واشرح لي تستخدم ازاي، ما تدينيش الحل النهائي وخلاص. تمام، لان احنا مش عايزين الغش، احنا عايزين نستفاد. يعني كنت انا بدرس واحدة الجامعات، ف اضطروا كنت استخدم شات جي بي تي. لا، ده انا رحت عملت لهم 5 6 محاضرات، شرحت لهم ازاي احنا ممكن نستخدمه وايه الفوائد بتاعته وايه الحاجات دي كلها، وشرحت لهم ازاي يستخدموه، وقلت لهم طب تعالوا بقى نطلع صورة ونقول له اعمل لنا صوره مثلا للمباني في مصر القديمه، وتعال نكتشف ايه الاخطاء، ليه ايه الحاجات اللي خطا، إيه ليه الصوره دي اول ما تشوفها تعرف ان في خطا معين وانها مش حقيقيه. فمفيش اي مشكله، يعني مش هتعارض مع التعليم، بس التعليم لازم يكون مرن مع الموضوع. هنا بنقول له مثلا اشرح لي ايه الاختراع دوت، اشرح لي هكذا. ممكن بعد كده مثلا ايه حاجه باظت، فتروح مصورها وتقول له انا عايز اعرف ايه اللي باظ. تمام، فيبدا يقارن بين الصوره الحقيقيه اللي خارجه من المصنع والصوره اللي موجوده دلوقتي، ويقول لك والله في ايه الحاجه اللي مش موجوده. ممكن تصور له الثلاجه وقول له دي الحاجات اللي موجوده معايا ومش عايز اشتري حاجه من بره، الحاجات دي ممكن اعمل بيها اكله ايه؟ فممكن يقول لك مثلا والله ما عندك رز ومكرونه وصلصه، اعمل كشري مثلا وهكذا. فدي ممكن تصور له صوره وانت في المطعم، قول له الاكله دي اسمها كذا، اديني بقى طريقه ازاي ان انا اعملها بالمقادير وكل حاجه. فنستخدم الذكاء الاصطناعي ان هو بقى شيف شربيني، ولا بقى حد يقول لنا وصفات اكل. فدي حاجه ممتازه جدا، يعني احنا نقدر نستخدمه زي ما انتم شايفين الزر اللي احنا بنستخدمه المجاني فيه قدرات حلوه جدا، تقدر ان انت تستخدمه وتقدر ان انت
تتعلم مع الذكاء الاصطناعي. تقدر طبعا ترفع ملفات وتقول له والله حلل لي الملف دوت او اشرح لي الملف دوت وهكذا. يعني ممكن ترفع مثلا ملف صورة، ملف PDF، ملف اي ملف من الكتب الالكترونية، وتقدر تقول له اشرح لي. مش عارف هو بيتكلم عربي ولا لأ. عادة الإصدار الحديث ممكن يكون عنده مشكلة في فهم العربي. أهو بدأ يفهم. شرح لك شكل الإطار، إطار الفينيكس، الألوان اللي موجودة فيه. فدي تطبيق حلو أوي للذكاء الصناعي، يا ريت إن احنا نجربه ونتعامل معاه بشكل كويس.